والآن إلى أخبار الرياضة. قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين حسام حسن مديرا فنيا لفريق الكرة خلفا للمقال أحمد حسام ميدو. ويضم الجهاز الفني الجديد للزمالك إلى جانب حسام وتوأمه إبراهيم حسن مدير الكرة، يضم طارق السعيد كمدرب عام وسط اعتراضات من الجمهور لسابق انضمامه حينما كان لاعبا إلى الأهلي الغريم التقليدي للزمالك. وكان الزمالك قد أعلن أمس إقالة ميدو بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي سلبيا وتأزم موقفه في دور أبطال إفريقيا لكرة القدم. نفى علاء عبد الصادق المشرف العام على فريق الكرة بالأهلي نية النادي الاستغناء عن مهاجمه أحمد عبد الظاهر، مشددا على تمسك الأهلي بكل لاعب تم قيده في القائمة الجديدة. ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة اليوم الإسباني خوان كارلوس غاريدو المدير الفني للأهلي من إجازته القصيرة ليستكمل استعدادات الشياطين الحمر لمواجهة كان ريد ديفلز الزامبي في الجولة الخامسة من دوري المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية في التاسع من أغسطس.